فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما قولكم في من يختلق الأحاديث ثم ما قولكم في من يختلق الأحاديث ويضعها ثم يقول في النهاية رواه مسلم، ويقصد بذلك التورية في المزاح، وحجته بأنه يقول نسأل الله العافية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولا يجوز المزاح في الحديث أو في القرآن أو غيره، من لا يجوز المزح في هذا، هذا فعل المنافقين. نعم.